وسهلا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كفاءات الإمارات. كما عودناكم دوما لنا نصيب من قصص النجاح والكفاح. اليوم ننقل لكم لقاءنا مع السيد خالد نوفل. مساء الخير سيد خالد. مساء النور. سيد خالد، بنحب نبدأ لقاءنا نعرف المشاهدين عن حضرتك وعن العمل التجاري اللي تملكه. تمام، أنا خالد نوفل من مواليد دولة الإمارات العربية المتحدة. بديت أول مشواري من تقريبا 10 سنين. كنت أيامها 19 سنة. كان مثبت الوالد، هو كان بادي مشاريع صالونات حلاقة، مطعم. فأنا بديت أولا دراسة، طبعا خلص بكالوريوس في الإمارات، بعدين ماجستير في لندن. ويوم رديت من الدراسة دومت هني في شركة اتصالات، وفي نفس الوقت فتحت المشروع. فتحت المشروع كان الكافتيريا اللي هي حاليا في السطوة، شارع السطوة الرئيسي. وحاليا بادين فيها والحمد لله بخير. الحمد لله. هلا مثل ما انا عرفت هاي الكافتيريا مميزه عن غيرها من الكافتيريات. نعم. عرف الساده المشاهدين عن هاي المميزات. من عاده الكافتيريات تشوفينها تكون يعني نظام اكثر انه سندويشات وشاورما اقصى شيء. انا غيرت فكره الكافتيريا عندنا ان هي استوت كافتيريا عربي. عندنا اكل سوري واكل لبناني واكل مصري، وفي عندنا حمص، فلافل، فتوش. غير عن هذا اسعارنا مناسبه ومسويين بارتنر شيبس ويا زوماتو ويا ديليفرو ويا طلبات. فهذا اللي كان الفرق بيننا وبين المنافسين. يعني خبرني، هاي هي الخدمات الوحيده اللي موجوده هون؟ لا، الخدمات عندنا جلسه داخليه في المطعم. هي جلسه صغيره، بس عندنا جلسه خارجيه ممتازه تقريبا تكفي 25 نفر. في عندنا جلسه خارجيه الحين ويا هالجو، يعني يعتبر في السطوه جلسه زينه. اها، جلسه زينه، اكيد جلسه زينه. انا مثل ما انا عرفت في عندك على طول زبائن منتظمين. نعم. ما هي السبب برايك لوجود هاي الزبائن المنتظمه على طول؟ الزبائن اللي انا شفتها صراحه السبب الاكل مالنا، يعتبر السعر وايد مناسب والاكل لذيذ، لان الشيفس اللي عندنا عرب. يعني دائما عاده الناس متعوده كافتيريا يكون ممكن هندي او شيف ولا، لكن الاكل العربي والسعر مناسب. دائما الاكل العربي دائما مفضل اكثر. صح. بالاضافه لهيك مثل ما انت خبرتني من قبل في الثقه الموجوده، النظافه الموجوده بالمحل، كل هاي الاسباب. مزبوط. صح. انا بغيت اشكر بلديه دبي، عندنا مسويين طبعا تعاقدات مع شركات التنظيف وشركات اللي هي رش والحشرات وتنظيف المحل، فهم بانتظام يجون يعطونا تدريب حق العمال. فأهم شيء عندنا الكواليتي طبعا، وأن الأكل يكون نظيف. فهذا بعد بغيت أشكرهم والحمد لله ما قصروا فيها. خالد، كانت بداياتك في مكان آخر. نعم. واليوم أنت في هاي الكافتيريا. إن شاء الله في المستقبل شو الأفكار اللي بتحملها براسك؟ إن شاء الله في المستقبل أنا نفس ما عندنا الكافتيريا ودخلنا وايد خدمات فيها، عندي بعد أكثر عن حلال، ودخلنا فيها خدمة اللي هو الحلاقة للبيوت والمستشفيات. فحين بدينا من مدة والحمد لله تقريبا نحن الوحيدين اللي في دبي نقدم هالخدمة. فنين لين البيت ولين المستشفى ولين العيادة والمكتب، نحلق لأي واحد عنده الطلبية. فعندنا كل الحلاقين طبعا مترخصين من بلدية دبي. وكل شيء يطلع الحمد لله تمام. فهذه خدمة جديدة للناس والحمد لله في المستشفيات، وهذا يعني وايد ساعد المريضين. وهذا طبعا أكيد، وعلى طول دائما الخدمات الجديدة بتكون مطلوبة. نعم. إن شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق والتقدم. شكرا. في مستقبلك يا رب.
سيد خالد، خلينا نتحدث شوي عن الجانب الوطني واللي بتقدمه دولة الإمارات العربية لجميع المواطنين والمقيمين فيها لتشجيع الاستثمار. من هاي الميزات الموجودة هي ميزة الأمن والأمان اللي بتوفرها الدولة. خبرني في ظل هاي الميزة كيف تطورت أعمالك التجارية اليوم؟ الحمد لله، بالنسبة للإمارات في الأمن والأمان يعني من أحسن بلدان في العالم بصفة الأمن بدون ما حد يتكلم عنها. انا عندنا لو تسيب الكاشير مفتوح ما في حد بيدخل ويسرق اي شيء، صح؟ فهني الامن والامان الحمد لله. عقب الساعه 12 في الليل، عقب الساعه 1، اي واحد موجود جالس برا امان، كانك في البيت يعني. فمن جهه الامن والامان ما في احسن مكان يعني يعتبر في العالم من جهه الامن والامان الحمد لله. اكيد بنتشكر حكمائنا طبعاً اللي موجودين والقائمين على هاي الامن. اذا بتحب توجه رساله. نعم، بغيت اشكر الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان يحفظ الله، وبغيت أشكر نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبغيت أشكر بعد الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه وكل جميع حكام الإمارات على جهدهم وتعبهم ويانا، ومشكورين وايد ما قصروا. مزبوط أكيد. خلينا شوي ندخل في الجانب الشخصي لسيد خالد. أكيد طوال طريقك كان في ناس ساعدوا وقدموا لك العون من خلال كاميراتنا اليوم، بتحب تستغل هاي الفرصة لتوجههم رسالة شكر وامتنان؟ نعم، حبيت أشكر طبعاً الوالد طبيب دكتور علاء نوفل، بدونه ما كنا كملنا هالمشوار، واللي ساعدنا يعني من أول ما بدينا في الحلاقة لين اليوم الكافتيريا، والحمد لله لين اليوم يساعدنا. فهو بدونه يعني كان برضو المشروع صعب، وهو يشكر طبعاً على المجهود اللي وما قصروا يعني. قبل نهاية برنامجنا بنحب نذكر السادة المشاهدين بموقع هاي الكافتيريا والخدمات اللي بتقدموها اللي ذكرتها وكيفية التواصل معكم. نعم، احنا ان شاء الله الكافتيريا والمطعم يعني موجود في شارع الصفوة الرئيسي قدام محطة الباصات، او اي وقت يعني بغيت تطلبوا من البيت موجودين على زوماتو طلبات دليفرو، بس افتحوا الموقع اكتبوا تيستي سناك بتحصلون المطعم الكافتيريا. بالنسبة للحلاق بعد حل صالوناتنا موجودة في شارع الصفوة الرئيسي، صالون أصحاب الأرضية وصالون الرجل الذهبي، أو بس اكتبوا فلاي باربر بتحصلونه، وإحنا بدي لكم لين البيت إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. يسلم كتير مرة تانية على هذا اللقاء الرائع. وأعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم، نلقاكم في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم كفاءات الإمارات.